محمد دستور وقران يو حلي بنا ذا فرح ير عرقلا دين يمر بالضوضة يخرج صعد قد يقول ذا الصومالية إنه دي بتأسره لكن والله قصار كلهم كبرنا ها حق بقول لي وقدم دستور يا هو شعر قريو أريد أوحي روكي على مجرو لوضع برلماننا إن وطيب محمد سيد محمد سيد محمد سيد محمد لكن وكوح كل جديدا إن دولة الصومالية أي حنقاده أو ينقطه أو هرق صعد محمد رجع مركب ما أنت حتى سوشيال ميديا محمد خدها ونسين أما تي في إذا كسر بحر يبت ولا خيسا إنه يهين خد بيل قرة كسر وده كذا وين مقطع بيل قرة كسر كذا محمد كذا وحنقول كذا محمد ورجع متلية دول ما ملكي نبض ينرى المتلية أما أما سكر أبو إيه هذا محمد ورجع أي آدس وقوله ويهين في مدح ويني خورة فرماش عبد الله محمد عبد الله فرماش يسقوله ويهين رجع يسقوله ويهين مسياسة هانا كذا مستقبل هانا ده كذا لا بد و سياسة هانا ورجع كذا قبل هانا ورجع كذا محمد ويقول محمد لكن محيط هاي السبب تاع وش القدامي وهاي قدوميها بارمان كتشلو إن لسيقر شيء وحلي له موشين موشي قاسي بركابو حو كوريش تاجي تونا برامج كهندسة مدحوينها وكدوني حقنا وقول لي هاي إن واحد لقب بدل القضاء الدستوري جمع أنت محمد الصومالي إن واحد بدل لقب كنتوا عن أول أكسن داو ذي الملك استوى عندك داو نيسان كسر دوادة برامج كان أون وهلا إنه أريمة لحري ربوقي أتك أوحو جنا برلمان كصومالية إن كل كيسي ما أنت أباغضه سببت النقضي هدبا كل كاسي تتك بوقا كلحسميي قابك أي أصميين وحاكو السببيي أي البرامج كو يجدون أقويهن سيد محمد أي فلانقين أيها سيد محمد سلوه أولو محمد أدو الله تصنطح أهلا كاكما دعني وقتك عقب بل مركة أقوه الرئيسة معها سببه أه إن كلن كمانت أو بعض محمد وكلن كمانت إنت أينان كيه لمحا سببه أه كلن كمانت محو ها قصدك سي وشي جدا لقلها كلن كمانت محمد وشي دا دي قصدك مانت لقلها وحي أهيد لبع رموض ويسوهم بيحاير أرميد أه ان ميسانيه د عصب او ديسمبر د سدر كويده كوي محمدو ولو باهي ودخ ميسانيه عصب انه سو بندغو ان يتلبات او حساب خيركي ميسانيه دي خريته لبد قود محمد او استور سارن وحا كلا له ميد وحا ودله لبد قلا ودله عمرك لا حدلايو ان سخينته ميسانيه د عصب لبد قلا ايا سوغ يماده وحيابها قودبده دستوريقه اه اي قودب كونتين لحاد اي دستور كا قرنك محمد او سوماليا او قري وحا ويان حوش كذا حيس اللباد قالوا عميد كميدا. اللباد وحوي محمد ومشو كل ما نوحويان حساب حركي سنة كي مانتا. محمد سنة كي تجي ديسمبر كومش ده كومشر. هرلو أنسحي. هرلو أنسحي. محمد أي حد ما مانتا. محمد وسيدة أي كحكم إذا برلمان كسيدة محمد عادي ستيم. ونقل كريت محمد السنة دي قدام بيجي. إن فوضى يسحمد جريان كلها برلمان كا. يقولها الدستوري كا الشعب كا متلي محمد. يجو أبا هيدا لبعض الصومالي ما تكتل محمدو إيه رفاق يا در حمد يا سيرع يا دلاتك وبيد أبو محمدو أيه كوحير محمدو مروا البوحي طبعا إنه فوضى كفران كل انكستو برلمانكا تي أم بيتنا دا محمدو توسعوتا وحا مركا ما انت بعي كل انكي ما انت محمدو ما تلسوه يمين سيدا طبعا ايتها مركا اي لبادو كل محمدو اي اي مركا كوحدا سمعين ايسا بوقر سمعيسي محيكا عبانيان محيس الدنيا ان وحي كد وحي كو ان دعوني محمد اي كو دوديان لبدا اخي موضوع ان لكلا ساره انسحنت ميسانيه د سنه كسو سوده جنوري بلا ميسا يو حساب حركي سنه كي هوريتو وا ان لبا مالمو لا كل دغا لبا غولن لبا كون او شير لا كل دغا وحي سمركا كو خداس ال دوفيسا محمد او اي ماشي بك ساري سا قدم كو دستوري غا اي اه ودا شقينت كدخاي لبد قلي او اه كو ان هورت ميساني د لا اسخيو او اي لبد قلي ودا ليهم تن حساب حركا وحا غوري اوله ان يغ غوريود او غشران محمد او كلها برلمانكا مركا كوخدا ماشي تشارتا صدح بيس او جيران هي كوخ وحي جدان يكين غدوميه نينكا مانتا اقل كسر غدوميه برلمانك عبد الحاشي إنه شركة قدومية جدًا وشخصيًا بيجت جدًا كحنا واحد جدًا يهين دولة حسن شيخ أو كوحدة مرول بعرق رضا سمايسا أو كوحدة نبضي إنه نروتشر محمدو حمنه كجتشري برلمان كجتشري وطبعًا حمنه فر بدن محمدو أيه ولي خارك من القصة أي محمدو أي بدن كحنا وحيب كسر شيء دابة إن دولة الصومالية إتلاعب قادو سقط محمد أوهين قطه أي كسر شيء ده وياه شغيرين كواس عندنا هو شقينا عندنا هو شقينا حن فر بدل ما محمد وشرته لكن وكح كل جديدا إن دولة الصومالية أي حنقاده أو ينقطه أو هرق صعد محمد رجع مركب ما أنت حتى
social media محمد خد داوني سين أما تي في إذا كسر بحر يبعد ولا خيسا إني يجين خد بالقرة كسر وتشيء وين مقطع بالقرة كسر شيء حاجة وحن رتشي ده محمد ورق متلية دو ما ملكي نبض ينرى متلية أما أما سكر أبو إلى هذا محمد ورق أي آدي سقول له يجين في مدح ويني خورة فرماج عبد الله محمد عبد الله فرماج سقول له يجين رجع سقول له يجين السياسة ده هذا كتشي ده مستقبل هذا ولا كتشي ده لا بد والسياسة ده هذا ورق كتشي ده قبل هذا ورق كتشي ده محمد ويقول محمد الصومالي وح كمرا وح كمرا أو وح والبقوف وجهرية قبل يرد وحليف غير كيس إنه دفاعه without no reason صار الآن إنه دفاعه ووح كمرا مركان نمك كان برلمان كمتلية محمد قلنا أرتي برلمان لكن عندما نبض الأيام ماش كم وقنا يي أبوق السمينا يي محادو قصوق هذا ليس مركان وحنو صوق هذا نيا حلي ما رد أبدو دود وعد عدد وحكم إذا نيجي لهذا كورنا كيس اللي يرهدو وطبعا أحد وانظر مر والبيجو دي مركه ورد أنا بدي أقول لها أو عن قرصانين بمحمدو وحق الدود مركه فري مركه الدود حق عصفوري روحي كون دعوني يوم تنكون شيء إن أنا وشيرين بقدر دستوري أفيري إن أنا وشيرين قدر دستوري أو كده حي إن أيسوي ما دان لبده قلة واتح وحنا شعلة يا قدر كي كنت واتح وحنا شعلة هاي بل إنها تدوينها لو ذا جو حلبان كلنا كيس أو كهلا يا sababta keentay in ay hor istaag ku sameeyaan kulankii baarlamaanka ee maanta ee dowshada waxaana loogu talagalay dawladnimada inay isbaaras gareeyaan oo baar aqalka hoose wixii mara ee aqalka sare ay jeegareeyaan si miyir lana uga doodaan maanta waxaa dhacday miisaaniyadii xisaab xirki oo la keenay oo labada aqal hal meel lagu kulansiiyay iyadoon xeer la ka waxaan sidaa u jeedid sayid maxamed oo aqalka sare gudoomiye ka ana uu damcay inuu jeer gareeyo arintaa wax xeer oo ka yaala ma jiro labada baarlamaanna in ay farisaan hal mar wax xeer oo ka yaala ma jiro sayid maxamed oo isla u jeedid waxa ayaabaha uu ka hadlayo xildhibaanka waxa uu sheegay in aysan jirin qodob dastuuri ah oo fasaxaya labada kulan ee baarlamaanka oo sidaan oo kale in isku yimaado marka maxaa hor istimaha isku keenay baarlamaanka hadii qodob noocaas uu si jiray een maxamed oo horta een xildhibaanka wuxuu il duufaya qodobka dastuuriga malaha waxa haboon inuu dib ugu noqdo qodobada dastuurka Soomaaliya ku qoran maxamed oo dib ugu noqdo malaha haboon oo wiliiba qaar kamid maxamed oo ay si clear u cadeynayaan wada shaqeynta ka dhaxaysa labada gole qodobka konton iyo dhaxad wuxuu si rasmi maxamed oo cadeynayay ee dastuurka Soomaaliya wuxuu wada cadeynaya wada shaqeynta ay labada gole yeelan karaan maxaa kamid number 1 waxa kamid markaa maxamed oo xeer qodob ama xeer dastuuri maxamed la dejinayo in ay labada golahan waa golaha shacabka dejinta maxamed marka ay sharci soo dejiyaan ama ansixin dawladeed la sameeyay maxamed labada golaha wada shaqeeyaan laakiin tan ugu muhiimsan ee labada golaha wada shaqeeyay waxa weeyaan ee muhiimka ah maxamed ee baanta dhacday marka laga hadlayo ansixinta miisaaniyadda sanadka soo socda marka qodob konti lixaad wuxuu cadeynay oo xildhibaanka ku dhisay maxamed in la wasan yahay oo uu ka il doofaya oo uu diidaya in kiraya uu ogyahay laakiin uu diiday meesha ka saar shacabka masaakiinta wuxuu sheegay inaan qodob jirinin qodobka konti lixaad baa cadeynaya in labada gol ay xaq u leeyihiin in ay arinta ay ka doodaan oo dhigaan aqalka waa tahay qodobkaas waa fahmay xildhibaanada diidan gudoomiye cabdi xaashi oo ah gudoomiyaha aqalka sare maxay ku diiday waxay ku diidayeen maxamedo waxay u muuqataa oo ay ka dhex arkay wada hor u shaqnay wada shaqeynta dhow ay ka dhaxaysa maxamed oo labada aqal ka dhaxaysa ayay diidan yihiin oo waa maxay wada shaqeynta labada aqal ka dhaxaysa maxamed oo waxa saldhig u ah in dowladda Soomaaliya la taageero oo taageerada ah marka sida hore maxamed uga soo hadalay gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxay wada shaqeyn dhow la leeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Cabdi Lahi laakiin maxay tahay sababta uu shir gudoomiye waayay gudoomiyaha baarlamaanka isagoo magaalada Muqdisho ku sugan sida maxamed oo dastuurka qaranka Soomaaliya uu qoray maxamedow marka madaxweynaha wadanka maqan yahay waxaa haybadii madaxweynaha iyo xilki madaxweynaha uu dusha ka saaran yahay gudoomiyaha baarlamaanka waa qodob dastuuri oo qoran maxamedow ka awgeed marka maadaama uu madax gudoomiyihii baarlamaanka oo ah ninka maanta mataliya madaxweynaha wadanka maqan yahayn sharci u ogolaanaya marka isagoo inuu labadii golo hoggaamiyo isagoo haybadii madaxweynaha iyo kursiga madaxweynaha ku fadhiya sharci ahaan ku fadhiya meesha sharci u ogolaanaya waa taatan keenta marka Sheikh Cabdi Madobe inuu maanta ka maqnaado golaha inuu hoggaamiyo hoggaamiyaha hoggaaminaya waxa marka golaha hoggaaminaya gudoomiyaha aqalka sare waana qodob dastuuri oo sharci qoraya marka nimankan xildhibaanada ahi waxa malaha haboon inuu dib ugu noqdo horta maxay
sharci u leeyihiin baa sharci u lahayn ragii hadlay waxa kamid ninka oranaya in dadku waa inay ogaadaan buuq iyo qaylo inay golaha u sameeyeen golaha buuq iyo qaylo maxamed loo baxna taariikhda casriga maxamed iyo waqtiga casriga baarlamaanka adduunka maxamed ma jirto dad fawda iska sameeynaya bila malaayacna u sameeynaya marka laga reebo Soomaalida maanta kulankii baarlamaanka uu qaatay kulankii baarlamaanka maanta uu baaqday uu baaqday kulanka soo socda ee gudoomiyaha baarlamaanka uu shir gudoomi doono waxaa dhici kara maxamed oo sida qorshaha ku jira oo haddaba olole maxamed uu loogu jiro in la sii qorsheeyo wax la yiraahdo mooshin mooshinkaasi markaa wuxuu hor istaagi doonaa barnaamijka hindisaha ee madaxweynaha uu ku doonayo xaqna uu leeyahay in wax laga bedelo qodobada dastuuriga maanta maxamed oo soomaaliya in wax badan laga bedelo loo baahan yahay marka ay noqoto la dagaalanka argagixisada maxamedu marka madaxweynuhu hindisu soo wadaa hindisaas uu soo wada laakiin wax official cad ma hayno laakiin hadalla fara badan iyo xan fara badan baa suuqa ku jirta marka raggan maanta waxay sii hordhiganayaan oo ka sii hordegayaan maxamedu kulamada soo socda inay carqaladeeyaan si aan waxba looga bedelin qodobo maanta loo baahan yahay maxamed wadanku dagaal ku jira maanta maadaama uu dagaal ku jira madaxweynaha wuxuu u baahan yahay awood ka ballaaran awooddiisii meel walba adduunka maxamed way ka dhacdaa madaxweynaha in lugahay gacmaha laga xira maaha marka barnaamijka soo socda oo ah in madaxweynaha xaq loo siiyo kama hordhacayo imika laakiin qodobo in laga bedelo dastuurka laga bedelo maxamedo iyo waxyaaba laga bedelo ayay doonayaan imarkan inay ka sii hordegaan sida ka muuqata biyo ka muuqata oo mushin laga keeno shirkaas maxaa dhici doonaa tir waxaa dhici doona fawdatii maanta ka daran inay dhacdo laakiin maanta waxyaabaha cabdi xanib ayo waxaa ka mid a gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare waxyaabaha gardaduuba iyo xanniyo waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka maanta hadduu joogi lahaa wuxuu xaq u lahaan lahaa ama awood u leeyay maxamed dastuurka u ogolaanayo xildhibaanada faraha yar ee carqaladeynaya mar walba dooda iyo horusocodka dowladda soomaaliyeed inuu dibadda u saaro laakiinxaq buu u leeyay oo qodob dastuuri ah ciidanka meesha wardiinaya maxamed nabadgelyo wardiinaya wuxuu amar ku siinaya kuliya inay la saaro waana la saaraya taana markaa waayo looma carqaladeynaya afar shan nin maxamedow golihii dhammaa ee shacbiga looma afduubayo waa la kala xishoonaya cabdina maalaakiin mayse xildhibaanadaas xaq u lahayn inay codkooda dhiibtaan oo ay cadeeyaan mowqifkooda oo waxa ay kasoo horjeedaan ay kasoo horjeestaan may xaq bay u leeyihin maxamedo inay hadlaan xaq bay u leeyihiin inay doodooda dhibtaan xaq bay u leeyihiin in ay qodobadooda oo dastuuriga maxamedo soomaaliga xaq bay u leeyihiin laakiin miis la gargaraacaya iyo fawda iyo qaylo iyo ma doonayna maxamedo dee waqtigan casriga maxamedo wax la socon kara ma ahan iyaga qudhood inay wax iska koraan baa loo baahan yahay waa tahay shacbiga soomaalida waa tahay aqoonyahan sayid maxamed aad iyo aad ayaan kuugu mahadcelinayaa daawadayaal qodobkan intaa ayaa maanta ku joojinaynaa qodobada kale ee barnaamijyada aan uga hadli doono arrimaha la xiriira xaaladda soomaaliya iyo weliba kuwa caalamka ayaad la socon doontaan sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum.